محمد البكري أو محمد البكري محاولة لنادي السيلية ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة 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 يسجل وبأقدام نيمي يتقدم ابن العراق ابن الرافدين وتحية وإجلال للدحيل الذي جاء به ولفريقه السابق لا يحتفل احتراما لذكرياته مع الدحيل لكن هذه المحاولة ميمي في المكان المناسب دوما في المكان المناسب دوما ابن الرافدين أسد يزار في ملعب عبد الله بن خليفة ويسجل أول أهداف اللقاء يسجل أول أهداف اللقاء وسادس أهدافه الشخصية سادس أهدافه الشخصية ليتقدم نادي السيلية بنتيجة المباراة وبهذا